السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالووتر سبلاي سيستم خاصة بكورس البلامينج. كنا في المحاضرة اللي فاتت توقفنا عند اللي هو الفالف الخاص بالثيرموستاتيك ميكسينج فالف، وكنا شرحنا برضو المرة اللي فاتت اللي هي بعض الفالفز اللي احنا بنستخدمها، سواء كان الجلوب، سواء كان الجيت فالف، سواء كان الاوتوماتيك ايرفنت، سواء كان اللي هو ووتر هامر اريستور. عرفنا مع بعض اكتر من نوع من انواع الفالفز اللي هي بنستخدمها في الووتر سبلاي سيستم، وهنكمل النهاردة ان شاء الله باقي الكومبوننت اللي هي خاصة بالووتر سبلاي سيستم. قبل ما ندخل في باقي الكومبوننت هنتعرف على حاجة مهمة جدا، ودي من الحاجات اللي هي بيشتغل بها كتير من مهندسين الموقع. لما بيعمل شبكة جديدة خاصة بالووتر سبلاي لازم يعمل حاجة اسمها ديس انفكشن. الديس انفكشن هي عملية تعقيم لشبكة المياه تجنبا لوجود اللي هو رايش مثلا من عمليات اللحام، تجنبا اللي هي المادة اللي بيستخدمها في اللزق او اللي هي اللحام بتاع المواسير البلاستيك، تجنبا لوجود بكتيريا او وجود جراثيم في الشبكة. طبعا انت لو ما عملتش تطهير للشبكة بتاعت المية دهيت بالتالي هتبقى فرص بتاعت الاصابة بالامراض زي التيفويد او اللي هو التيفود تبقى كبيرة جدا، وبالتالي احنا لازم نتجنب القصة دهيت عن طريق اللي هي تعقيم الشبكة في اللي هي شبكات الجديدة. ولازم لو كان عندي تنكات طبعا، سواء كانت تنكات علوية او ارضية، لازم اعمل تطهير للتنك ده بصفة مستمرة ماكسيموم مثلا كل شهر. لازم يتفضى التانك تماما ويتعمل له تعقيم وتنظيف علشان خاطر نمنع تكون طحالب، او لو في حشرات فيه، او لو تكون فيه بكتيريا وغيره، يبقى ده لازم حفاظا على الناس اللي بتستخدم المياه دهيت ان انا اعمل اللي هي عملية الديس انفكشن او عملية اللي هي التعقيم. قال لك هنا all new water distribution piping must be purged of harmful matter and disinfected. يبقى هنا لازم اي شبكة جديدة سواء كانت شبكات خارجية اللي هي الشبكات الكبيرة بتاعت الانفراستراكشر اللي هي بتاعت المونسيبلتي البلدية، او اللي هي الشبكات الجديدة بتاعت المباني الخاصة، تمام، يبقى دي كلها لازم يتعمل عملية التطهير. العملية دي هي بتتم عن طريق ثلاث حاجات او ثلاث خطوات اساسيين، اللي هي عملية الفلاشينج، بعد كده عملية الديس انفكشن او اللي هي الديس انفكتنج، وبعد كده اللي هي عملية المونيتورينج. يعني الكلام ده الفلاشينج معناه ان انا بعمل غسيل للشبكة، اي شبكة جديدة كانت بتاعت فاير، كانت بتاعت بلومينج، كانت بتاعت ايريجيشن، اي شبكة موجودة عندي تمام لازم اعمل لها عملية فلاشينج. عملية فلاشينج معناه ان انا بعمل غسيل للشبكة دهيت من خلال مية نظيفة، تمام، بضخها في بوينت معينة وببدأ هنا اسحب من اخر بوينت في الشبكة او من عدة بوينت في الشبكة، ابدأ هنا ايه اخرج المية دهيت لحد ما في الاخر اشوف مياه نقية بتخرج من البوينت اللي انا بفتحها في الشبكة دي. عملية الديس انفكشن هي بتتم وفقا لخطوات معينة هنشرحها في السلايد اللي جاي. العنصر الاساسي اللي فيها اللي هو الكلور، تمام، الكلور ليه حساسية فعالة جدا ضد البكتيريا ضد الجراثيم، ان هو بيدخل بيقتل اي حاجة موجودة عندك في الشبكة. واخر حاجة اللي هي المونيتورنج، ان انا بعمل عملية مراقبة لي اللي هي المية، يعني مفترض ان انا بعمل تحليل كل شوية للمية دهيت واشوف نسبة الكلور فيها قد ايه، نسبة الاملاح فيها قد ايه، نسبة هل في بكتيريا ولا لا، تمام، يبقى بعمل اختبار للشبكة دهيت وباخد سامبل من المية دهيت بعرف من خلالها المكونات والمترز اللي هي موجودة فيها، بحيث ان هي لو فيها اي حاجة نبدأ نتجنبها او نعمل لها تطهير، فاضل من خلالها اشوف ايه، اشوف اللي هي الوسيلة المناسبة للتخلص من الجراثيم او البكتيريا او غيره. الخطوات اللي بتتم بيها عملية الديس انفكشن دهيت موجودة عندي في الكتاب اللي هو الانجينيرد بلامينج ديزاين، او اللي هو مشهور باسم دكتور ألفريد ستيل في شابتر 19. بيقولك ان الخطوات اللي بتتم علشان خاطر تتخلص من الملوثات اللي موجوده عندك في الشبكات الجديده بتتم وفقا للاتي. اول حاجه قالك the pipe system shall be flushed with clean potable water until dirty water doesn't appear at the point of outlet. يبقى هنا
لازم اعمل زي ما قلت لك كده عمليه فلاشنج، ان انا ابدا اضخ ميه نظيفه في الشبكه بتاعتي وابدا افتح اللي هي ابعد بوينت او ابعد اكتر من بوينت، وبالتالي ابدا هنا ايه اعمل مراقبة للمية بمجرد النظر، اشوف لحد ما المية اللي تخرج من الشبكة تبقى ايه مياه رايقة او مياه نظيفة. الحاجة التانية قالك the system or a part thereof shall be filled with a water and chlorine solution containing not less than 50 parts per million او BPM. يبقى 15 parts per million اللي هو 50 ملي جرام لكل لتر او 50 BPM من الكلور. يعني الكلام ده قالك ان انت بعد ما عملت عملية الفلاشنج للشبكة دهيت تبدأ هنا تضخ في الشبكة خليط ما بين او محلول ما بين المية وما بين الكلور. طب النسبة بتاعته قد ايه؟ قالك ان كل لتر مية بتضيف عليه 50 ميلي جرام كلور. يبقى كل لتر مية بضيف عليه ايه 50 ميلي جرام من ايه من الكلور، اللي هو يعادل 50 BPM او 50 بارتس بير مليون، يعني 50 جزء في المليون. ببدأ هنا اضخ المحلول دهوت في الشبكة بتاعتي، املأ الشبكة بتاعتي بشكل كامل واخلي المحلول ده موجود عندي في الشبكة لمدة زمنية تقدر ب 24 ساعة. تمام، بعد ما بخلص القصة دهيت هنشوف بعد كده الخطوة اللي بعديها. Or قالك هنا or the system or part thereof shall be filled with a water chlorine solution. هنا لو انت مش عايز تنتظر بقى 24 ساعة، عايز تقلل بقى المدة الزمنية، قالك مفيش مشكلة، هتخلي بدل 24 ساعة دهيت هتخليها 3 ساعات بس. بس هنا هتزود الدوزنج بتاع مين؟ بتاع الكلوراين. يعني هنا هتزود كمية الكلور الموجود عندك في الشبكة، بدل ما هي 50 بي بي ام لا هتخليها كام؟ 200 بي بي ام او 200 ملي جرام لكل لتر، يعني كل لتر مية هتحط عليه 200 ملي جرام من الكلور، وهتخلي المية بالكلور ده موجود عندك في الشبكة لمدة كام؟ لمدة 3 ساعات. طيب بعد ما خلصت اللي هو الوقت، سواء كان استخدمت ال 50 مع ال 24 او استخدمت اللي هو ال 200 ملي جرام لكل لتر مع ال 3 ساعات، قال لك هنا بتعمل فلاشنج لايه؟ للشبكه بتاعتك. خلاص بتفتح الطبب او بتفتح اللي هي الاند كابس اللي هي موجوده عندك في الشبكه وتبدا تضخ ميه نظيفه، تعمل فلاشنج لايه؟ للشبكه وتتخلص من الكلور الموجود فيها. قالك the procedure shall be repeated where shown by a bacteriological examination that contamination remains present in the system. يعني الكلام ده ان انت بعد ما عملت عملية تطهير للشبكة دهيت بتاخد سامبل من المية اللي موجود عندك في الشبكة وبتعمل لها تحليل، لو لقيت لسه في بكتيريا بتروح مكرر ايه مكرر اللي هي الخطوة السابقة مرة تانية. يعني هنا برضو بتعمل محلول بتاع كلور والمية وتضخها عندك في الشبكة وتنتظر مدة زمنية اللي احنا اتفقنا عليها، سواء كانت 24 او 3 ساعات على حسب كمية الكلور الموجودة عند فيه المية. قالك هنا if it is impossible to disinfect the potable water storage tank، لو مش متاح بالنسبة لك انك تعمل نفس الخطوات دي بالنسبة للتانك التخزيني بتاع المية، قالك the entire interior of the tank shall be swabbed with a solution containing a. يبقى هنا بتغسل التانك الداخلي بمحلول، المحلول ده بيحتوي على 200 بي بي ام من الكلور، and the solution allowed to stand 2 hours. يعني هنا بتغسل التانك من الداخل بنفس المحلول اللي هو بيبقى فيه 200 ملي جرام لكل لتر، يعني 200 ملي جرام من الكلور بالنسبة لكل لتر من المية، وبتخلي المحلول ده بعد ما خلاص غسلت التانك من الداخل بتخلي المحلول ده جوه التانك لمدة كام؟ لمدة ساعتين. بعدها برضو بتعمل فلاشنج اللي هي محلول الكلور دوت من التانك وبتغسله مرة واتنين علشان خاطر تتخلص من كمية الكلور الموجودة فيه، وبعد كده بتملاه مرة تانية وبيبقى كده صالح للاستخدام.
زي ما بقول لك كده، التانكات الناس اللي هي عندها تانكات في البيوت بتاعتها على السطح او ايا كان المكان بتاعها، لازم يتعامل اللي هي بروسيدور بتاعنا ده اللي هو خاص بالديس انفكشن، علشان احافظ على صحة الناس اللي هي بتستخدم التانكات دي، لان هي بتبقى بصراحة لو محدش مهتم بيها بنظافتها بتبدأ هنا تكون طحالب، وممكن تسمح بدخول حشرات وفران وحاجات كده غريبة بتسبب بعد كده امراض خطيرة جدا للناس اللي هي مستخدمة التانكات. بعد كده عندي اللي هي الطلمبات او اللي هي الووتر بامب. الووتر بامب طبعا كلنا عارفينها، يعني مش هقول حاجة جديدة على معرفتكم، تمام؟ ممكن تلاقي معلومة في النص جديدة على حاجة، فهنكمل اللي هي الشرح بتاع الووتر بامب ده. لما بنيجي نعرف الانواع بتاعت الووتر بامب بنقسمها لحاجتين اساسيين، حاجة اسمها دايناميك بريشر بامب وحاجة تانية اسمها بوزيتيف ديسبليسمنت بامب. الديناميك بريشر بامب دهيت معناها ان هي بيحصل اضافة باستمرار للطاقة او للانرجي من الامبلر، تمام، او العنصر الدوار اللي هو في الطلمبة للفلويد. وظيفتها ان هي بتدي فلو وتدي الضغط اللازم لتشغيل ايه الاجهزة الصحية الموجودة عندي. البوزيتيف ديسبليسمنت بامب بيبقى فيها مرحلتين، دايما بيبقى فيها مرحلة خاصة بالسكشن ومرحلة تانية خاصة بالديسشارج. فهنا عملية الطرد بتاعها بتبقى بشكل بالسيشن، بشكل ايه نبضات مش مستمر، او بيدي الطاقة مش بشكل مستمر زي اللي هي الديناميك بريشر بامب. الديناميك بريشر بامب دي من اشهر الطلمبات اللي احنا بنستخدمها في الووتر سبلاي وفي اللي هي البلامينج بشكل مستمر، اللي هي بتنقسم الى سنترفيوجال بامب واللي هي الجيت بامب. السنترفيوجال بامب دي من اشهر الطلمبات اللي احنا بنستخدمها، سواء كانت السنترفيوجال دهيت ان دي سكشن او كانت ان لاين او كانت مالتي ستيج ان لاين بامب. البوزيتيف ديسبليسمنت بامب بتلاقي ان هي بتنقسم لحاجتين اللي هي الريسبروكيتنج بامب والروتري بامب. الريسبروكيتنج زي اللي هي البيستون بلانجر بامب والدايفرام بامب، دي بتبقى حركة ترددية زي البيستون بتاع محرك العربية، تمام، او الكمبريسور، وده اللي هو ايه النوع التاني من الطرمبات اللي هي الدايفرام بامب. في نوع تاني اللي هي الروتري بامب، دي بتقع تحت اطار اللي هي بوزيتيف ديسبليسمنت بامب، وفي منها اللي هو الروتري بلانجر بامب، وفي منها السكرو اللي هي الطلمبات الترسية، وفي اللي هي الفان، وفي اللوب، وفي الجير بامب. سكرو اللي هي اللي بتبقى شكل حلزوني، والجير بامب اللي هي الطلمبات الترسية، تمام. بتبص تلاقي عندك الديناميك بريشر بامب بتدي كميات من الفلو عاليه جدا، وبالتالي بتوفي الديماند اللي انا بحتاجه للسيستم الخاص بالووتر سبلاي سيستم. والضغط الى حد كبير بتبقى ايه، بتبقى في الحدود المعقوله. لكن عندك البوزيتيف ديسبليسمنت بامب بنستخدمها مع السيستم اللي بيحتاج بريشر عالي جدا وفي نفس الوقت كميات الفلو بتاعته قليله، فعشان كده بتلاقي ان معظم البوزيتيف ديسبليسمنت بامب بنستخدمها مثلا مع سيستمز اللي هي الهيدروليك، اللي هي الاويل هيدروليك مثلا، لوادر، الحاجات اللي هي الحفارات، حاجات زي كده، فبنستخدم اللي هي البوزيتيف ديسبليسمنت بامب عشان خاطر احصل على ضغط كبير جدا يقدر ان هو يحرك لودر باوزان اللي هي اطنان كبيره جدا، او ان هو بيستخدم مثلا لحركه دراع يقدر ان هو يشيل مثلا 20 30 طن وهكذا، تمام. لكن لما بحتاج كميات من الفلو لا، دايما برجع للي هي ايه الطلمبات اللي هي الديناميك. كمقارنة بسيطة جدا ما بين النوعين دول من الطلمبات اللي هي بوزيتيف ديسبليسمنت بامب والديناميك بامب، ان لو قارناها من ناحية اولا الفلو ريت هتلاقي ان هي بالنسبة للبوزيتيف بتبقى منخفضة، ممكن توصل مثلا ل 100 جي بي ام كمثال، يعني مش رقم بالتحديد. والديناميك بامب بتبقى الفلو ريت بتاعها بيبقى عالي جدا، ممكن في طلمبات عملاقة ممكن توصل ل 300 الف جي بي ام كضغط. البوزيتيف ديسبليسمنت بامب بتبقى ضغوطها عالية، بينما الديناميك بامب بتبقى الى حد ما منخفضة. البرايمنج او عملية التحضير نفسها بتاعت الطلمبة، التحضير ان هي لازم تبقى الطلمبة متحضرة، يعني مليانة بالفلويد او مليانة بالووتر علشان خاطر نتجنب قصة الكافيتيشن اللي هنتكلم عليها قدام ان شاء الله. فبالنسبة للبوزيتيف ديسبليسمنت بامب بتبقى فيري
rarely، يعني هنا مش بتبقى موجودة او متاحة، لكن بالنسبة للدايناميك لازم تبقى always، تبقى موجودة باستمرار. الفلو تايب هنا بيبقى pulsating، هنا بيبقى steady، بيبقى هنا الفلو مستمر. يعني بالنسبة للفلو ريت تشينج، هنا بيتغير الكميات بتاعت الفلو او بنتحكم في الفلو. بالنسبة للبوزيتيف ديسبلسمنت بامب، ان انا بتحكم في الار بي ام، يبقى هنا بتحكم في الريفوليوشن بير او الروتيشن بير بير مينت، اللي هي عدد اللفات او عدد اللي هي الدوران الخاص بالموتور في الدقيقة. وهنا بيتغير الديناميك بامب دهوت لما بغير الهيد نفسه، يبقى هنا ويز هيد ات ذا سيم ار بي ام، يبقى عند نفس اللفات هي بتاعت الموتور، يبقى هنا بغير بس في الهيد، ان انا بتحكم في الهيد بتاعي او الفالف اللي موجود على الديسشارج، وبالتالي هنا بتحكم في كميه الفلوريت. الفيسكوزيتي هنا فيرتشوالي نو افكت، يبقى هنا الفيسكوزيتي نفسها بتاعت الفلويد مش بتاثر بشكل كبير على البرفورمانس بتاعت الطرمبه، لكن هنا في الديناميك بامب بتبقى سترونج افكت، يبقى هنا بتاثر بشكل كبير على الاداء نفسه بتاع الطرمبه. ده انيميشن بسيط جدا بيوضح الفكره كلها بتاعت الطرمبات، وهنشوف اشكال تانية برضو للطرمبات. ده اللي هو بيوضح الشكل اللي هو بتاع البوزيتيف ديسبلسمنت بامب من النوع اللي هي الريسبروكيتنج، ده اللي هي الطرمبه البيستون بيستون تايب، وفي اللي هي الطرمبه التانيه اللي هي النوع الديافرام. تمام، هنا بيبقى في حاجه اسمها سواش بلات، والسواش بلات دوت بيبقى هنا الحركه بتاعته دورانية نتيجة للحركة بتاعت اللي هي الشافت نفسه المتوصل على الموتور، وبالنتيجة للحركة ده بيبقى في مرحلة اللي هي خاصة بالسكشن، وبعد كده مرحلة خاصة بالديسشارج. تمام، وده اللي هي السكشن بتاعه اللي هو لو بريشر انلت، وده اللي هو الهاي بريشر انلت اوتلت، ده الطرد، وده اللي هو السحب بتاعه. بيتحكم فيه عمليات اللي هي السحب والطرد دهيت عن طريق بوابة. البوابة دهيت لو بصينا كده هنلاقي ان هي عبارة عن زي كورة كده بسوستة. تمام، لما بيجي هنا الحركة بتاعته يسحب، تمام، يجي يلف مرة تانية، فتلاقي عندك الايه السوستة دي بترجع لورا والكورة دي بتفتح، وبالتالي هنا بيدي المرحلة التانية او الاستروك التاني اللي هو بتاع عملية الطرد. نفس القصة بالنسبة لي اللي هو الديافرام بامب. فالديافرام بامب بيبقى هنا عندي فيه اللي هي الكامة او اللي هي الجزء الدوراني ده اللي انت شايفه ده المدور ده، وبعد كده بيبقى فيه لينك، اللينك ده مرتبط بالديافرام ده. الديافرام ده لما بيطلع لفوق بيدي هنا عملية السحب، بيبقى فيه هنا عند خط اللي هو السكشن، البوابة بتاعت السكشن بتفتح، وبالتالي هنا بتيجي المرحلة التانية او الاستروك التانية، ان هنا الكامة بتنزل، فبيسمح للديافرام ده ان هو ينزل، فبيخلي البوابة دي مقفولة والبوابة دي تفتح، وبالتالي بيسمح للفلو ان هو يعدي في الطرد. الفكرة اللي هي بتاعت الديافرام دي كان عملها تقريبا بنفس النظرية هي اللي هي العالم اللي اتكلمنا عنه اللي هو العالم المسلم اللي هو الجزري سنة 570 هجريا، يعني من قول من حوالي 1000 سنة مثلا ولا حاجة، يبقى قدر ان هو ايه يعمل او حوالي 900 سنة قدر ان هو يعمل القصة ده هي بفكرة بسيطة جدا وبدائية، قدر ان هو يعمل الطرمبات من نوع اللي هي البوابات بالشكل ده. دي انواع تانية اللي هي تبع البوزيتيف ديسبلسمنت بامب اللي هي روتاري بامب، دي اللي هي بنسميها الترومبا البلانجر، ده اللي هي الترومبا الفان، دي ترومبة الهلال الهيليكال، دي ترومبا اللي هي السكرو، وده اللي هي برضو الترومبا اللي هي بنسميها ستار بامب، ودي اللي هي الترومبا الجير بامب او اللي هي الترومبا الترسيه. بنشوفها بشكل كبير جدا الترومبات الترسيه ديت في مثلا محطات البنزين، وبنشوفها برضو في الحاجات اللي هي خاصه بالهيدروليك، تمام، اللي هي خاصه بكلارك او خاصه بلودر او حاجات زي كده، هتلاقي في النوع ده من انواع اللي هي الترومبات اللي بتصطدم مع الاويل التقيله او بتصطدم مع الفلويدز اللي هي الفيسكوست بتاعتها بتبقى عاليه. الانواع اللي احنا بنستخدمها دايما احنا في الووتر سبلاي سيستم، يعني هما ثلاث انواع.
اللي هي اللي طبعا بتندرج تحت الاطار اللي هو بتاع السنترفيوجال بامب تايب، اللي هي من اشهرهم اللي هي فيرتيكال مالتي ستيج بامب، في اللي هي الانلاين بامب، وفي الحاجه الثالثه اللي هي الاند سكشن بامب. هم دول الاشهر ثلاث انواع اللي احنا بنستخدمهم دايما في الانظمه بتاعه الووتر سبلاي. لو خدنا قطاع كده في اللي هي الترومبا السنترفيوجال، لو بصينا كده اهو قربنا الدنيا، فتلاقي عندك اللي هي بنسميها اند سكشن، نتيجه ده هو خط السحب بتاعها من النهايه بتاعتها، بيبقى عندك الجزء الدوار اللي هو الامبيلر ده. الامبيلر ده بيبقى راكب على عمود، العمود ده متصل بكابلنج، الكابلنج ده في الاخر متصل بيه اللي هو عمود ايه، اللي هو عمود الدوران بتاع الموتور، الموتور الكهربي. وبيبقى عندك الطرد من اعلى بالشكل ده كده تمام، بشكل مستمر بيبقى هنا في خط سحب، وبعد كده الامبيلر ده بيدي الانرجي اللازمه للفلويد ده ان هو بيرفع من قيمه الضغط، او بيدي له الانرجي المناسبه لرفع الضغط واعطاء الفلو بالقيم المناسبه وفقا للديماند. لو خدنا قطاع في جسم الترومبه نفسه تمام، فهتلاقي عندك هنا بيبقى عندك العمود بتاع الترومبا ده هنا اللي هو الجزء الدوار او الامبيلر ده، اللي هو خط السكشن، ده اللي هو خط الديستشارج، دايما بيبقى القطر بتاعه اقل من القطر بتاع السكشن. بيبقى عندك اللي هو الكيسنج اللي هو الجسم نفسه بتاع الترومبا، وبيبقى في هنا اللي هو البيرنج اللي هي الراديال بيرنج، وفي نوع تاني اسمه السراست بيرنج تمام. الراديال بيرنج اللي هي بي 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 بيساعد في الحركة الدورانية تمام، اللي هي رومان بيل يعني، بيساعد على الحركة الدورانية الخاصة بالعمود الدوار اللي هو متصل بالإمبيلر. وفي سراست بيرنج اللي هو بيساعد على الحماية من اللي هي الحركة الأفقية تمام، اللي هي العمود الدوران بتاع الترومبا. في بيبقى هنا سايت جلاس بتبص عليه بتشوف هنا كمية الزيت نقصت ولا لأ من اللي هو الجزء بتاع البيرنج بوكس. في هنا بيبقى حاجة اسمها ميكانيكال سيت، بيبقى هنا في شافت كي اللي هو بيركب عليه اللي هو الكابلنج اللي بيتصل بيه عمود الدوران الخاص بيه الموتور تمام. لما بيحصل مشكلة في الترومبا سواء كان كافيتيشن او غيره، بيحصل هنا تخبيط كبير جدا في الترومبا، بيحصل اهتزازات عالية جدا، بيحصل دايما تآكل للي هو الراديال بيرنج والسراست بيرنج بشكل اخص تمام. فتبص تلاقي ان انت محتاج كل فترة ايه تغير البيرنج ده. ايه اللي حصل فيه؟ حصل فيه تآكل او نحر، ده نتيجة لايه؟ نتيجة ليه اللي هي عمليات الكافيتيشن، او نتيجة ان انت ما عملتش اللي هو الالاينمنت ما بين اللي هو السنتر بتاع عمود الدوران بتاع الترومبا مع عمود الدوران بتاع ايه الموتور. لو ما ظبطتش الالاينمنت ده برضو من الحاجات اللي هي بتسبب تآكل اللي هو خاص بيه البيرنج او رمان البالي اللي هو خاص بيه الترومبا. الامبيلر بقى بتاع الترومبا نفسه في منه ثلاث انواع، في اللي هو كلوزد امبيلر وده الاشهر اللي هو بشوفه دايما في الترومبات، في حاجه اسمها سيمي اوبن امبيلر، وفي حاجه ثالثه اللي هي الاوبن امبيلر. ده برضو هنا واخد قطاع في الجسم نفسه بتاع الترومبا، بيوري لك شكلها ازاي. هذا هو اللي هو الامبيلر نفسه، بيوري لك الحركه الدورانيه بتاعته، ده اللي هو السكشن تمام، وده اللي هو الديستشارج بتاعه تمام، والسكشن من هنا. بعد كده في عندك اللي هو الليد الكيسنج السليف اللانترن رينج الشافت سيلينج بايب تمام الباكينج. يبقى ده كلها اللي هي اجزاء اللي هي خاصه بالترومبا وتعرفنا عليها في السلايد اللي فات. من الحاجات المهمة جدا والتطبيقات اللي احنا بنستخدمها برضو في الووتر سبلاي سيستم اللي هي عملية التوصيل على التوالي او على التوازي في اللي هي بالنسبة للترومبات. لو بصينا على السنترفيوجال بامب بيرفورمانس كيرف، هتبص تلاقي ان من اشهر الكيرفات اللي هي بتاعت السنترفيوجال اللي هو العلاقة ما بين الهيد والكيو. يبقى العلاقة ما بين الهيد والكيو او العلاقة ما بين الهيد والفلوريت الخاص بالترومبا بتبقى علاقة ايه؟ بتبقى علاقة عكسية. شايف الخط ده اللي هو الكيرف ده، هو ده اللي هو بامب بيرفورمانس كيرف. كل ما بيحصل زيادة في كمية الفلو كل ما بيحصل ان الهيد بتاع الترومبا بيقل،
اعظم هيد ممكن تلاقيه من الترومبا هتلاقيه عند فين؟ عند الزيرو فلو. يبقى عند الزيرو فلو هتلاقي قيمة الهيد عالية جدا. في كيرف تاني اللي هو بنسميه سيستم كيرف. السيستم كيرف ده بينشأ من اللي هي اللوسز الموجودة عندي في المنظومة، تمام؟ بتلاقي هنا بداية الخط ده اللي هي ريزيدوال او الستاتيك هيد اللي انت بتحتاجها، تمام؟ ده اللي هو الهيد ايه استاتيك. بعد كده في اللي هو الهيد التانية اللي هي دلتا اتش اللي هي خاصة بالهيد لوسز. ايه الهيد لوسز ده؟ هي الهيد لوسز هي عبارة عن الهيد الناشئة عن عملية الفريكشن داخل المواسير، عن عملية الفواقد الناتجة عن الفيتنج، تمام؟ لان طبعا عندك المية لما بتمر في الماسورة بيحصل بينها وبين السطح داخل الماسورة احتكاك، فبالتالي ده عبارة عن انرجي مفقودة، فده اللي هو بيمثل اللي هو ايه الهيد لوسز. فبتبص عندك تلاقي ان الطلمبة بتاعتك المفروض الهيد بتاعها عبارة عن محصلة تلات حاجات. حاجة اسمها ريزيدوال هيد اللي هو الضغط المتبقي اللازم لتشغيل اللي هي الفيكسشر او الجهاز، بلس اللي هي الهيد ستاتيك اللي هي المسافة ما بين السنتر لاين بتاع الطلمبة واعلى فيكسشر موجود عندك، والحاجة التالتة اللي هي الهيد لوسز اللي هي ناتجة عن عمليات الاحتكاك والفواقد الناتجة من الفيتنج. لما بيحصل ان الطلمبات هي يتم توصيلها على التوازي، تمام؟ اده هو توصيلها على مين؟ على التوازي. لما تتوصل على التوازي بمعنى ان بيبقى ليها خط سحب واحد وبتوزع على الطلمبات، بيبقى عندك كمية الفلوريت بتاعتها ثابتة، يبقى هنا اسف الهيد نفسه بيبقى ثابت، لكن الكيو بيتجمع، يبقى هنا الكيو بيتجمع في التوصيل على التوازي، لكن الهيد هو اللي بيفضل ثابت، تمام؟ فلما ادى هو عندي الكيرف بتاع طلمبة واحدة، ده الكيرف بتاع طلمبتين، فتلاقي هنا عندك الهيد واحد او الهيد ثابت اهو، لكن الفلو نفسه بتلاقيه ان هو ايه بيبقى محصلة الفلو بتاع طلمبتين، تمام؟ ادى هو وليكن مثلا هنا 10 جي بي ام مثلا، فتبص تلاقي لما تشغل طلمبتين مع بعض يدولك 20 جي بي ام. طيب دي بنستخدمها لما بحتاج في المنظومة بتاعتي كمية من الفلوريت عالية، تمام؟ ومفيش عندي طلمبة بتقدر تغطي المنظومة دهيت بشكل كامل، فبوصل الاتنين على ايه؟ على التوازي. بوصلهم برضو على التوازي في حالة ان انا بوفر طلمبتين، واحدة برايمري واحدة ستاند باي، يعني واحدة اساسية واحدة تانية احتياطية في حالة ان الاولانية اللي هي اتباظت او حصل فيها مشكلة بتروح داخلة معها ايه داخلة للستاند باي مكانها. والمعنى للستاند باي معناه ان هي مش بتبقى مركونة، يعني هنا الستاند باي مش معنى ان هي طلمبة احتياطية ان هي تبقى مركونة، لا، بيحصل من بينهم تبادل علشان خاطر ما يبقاش التحميل كله او اللود كله على ايه على طلمبة واحدة. لكن في حالة ان في واحدة فيهم باظت او واحدة فيهم حصل فيها مشكلة، التانية على طول بتدخل عندي في الخدمة. في التوصيل بقى على التوالي هنا بيحصل ان الهيد بيزيد والفلوريت بيبقى واحد، تمام؟ يبقى هنا هتبص تلاقي في التوصيل على التوالي ان انا بجمع الايه الهيد، ادى هو الهيد هنا الهيد بتاع الاتنين مع بعض، تمام؟ لكن الفلوريت نفسه هو اللي بيدخل الطلمبة دهيت، هو نفسه اللي بيدخل الطلمبة دهيت، هو نفسه اللي بيخرج، يعني هنا الكيو بتبقى ثابتة، لكن الهيد هو ايه هو اللي بيتجمع. وده بستخدمها في حالة ان انا برفع مثلا لأدوار عالية جدا وطلمبة واحدة مش هتقدر تغطي الهيد ده، فهنا ساعتها بنوصل طلمبتين على التوالي بحيث ان هي يحصل زيادة للضغط واوصل للضغط اللي انا محتاجه. هنا برضو صورة توضيحية بتوضح لي اللي هي القصة بتاعت الطلمبات والسكشن بتاعها، هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني الكلام ده لما بيحصل ان المصدر اللي بتسحب منه الطلمبة نفسها اعلى من السنتر لاين بتاع الطلمبة، يبقى في الحالة ده هي بنسميه بوزيتيف سكشن هيد. طيب في حالة اذا كان عند المصدر اللي بتسحب من الطلمبة اقل في المستوى من السنتر لاين بتاع الطلمبة، يبقى ده بنسميه نيجاتيف ستاتيك هيد او نيجاتيف سكشن هيد.
تمام. مين الافضل؟ طبعا الافضل ده لان هو بشكل مستمر هيحافظ على ان الطلمبه دهيت تبقى متحضره بشكل مستمر، وبالتالي فرصتها اللي هي ان هي تشتغل بشكل جاف ده ما بتحصلش. على العكس من ده، لو انا مش مركب هنا فلود فالف تمام، يبقى هنا فود فالف لو انا مش مركبه على خط السكشن ده، اول ما توقف الطلمبه الميه كلها اللي في خط السكشن ترجع للسورس مره تانية، فتبص تلاقي ان الطلمبه دي محتاجه تحضير بشكل مستمر، والا هتشتغل على الشكل الجاف وبالتالي هيحصل فيها مشكله بعد فتره تمام. بتلاقي عندك القيمه بتاعت الديستشارج هيد، هي الفرق ما بين اللي هو ايه زي ما بقول لك كده، الديستشارج هيد هو الفرق ما بين السنتر لاين بتاع الطلمبه لحد اللي هو المصدر اللي بيروح له او الفيكسشر اللي بيغذيها، بالاضافه طبعا لايه اللي هي قيم الفواقد والقيم الريزيدوال هيد اللي انا محتاجها. طبعا هنا الخط ده اللي هو لما بيبقى عندي المصدر بتاع المية اقل في المستوى من السنتر لاين بتاع الطلمبة، فهنا بتبقى فرص بتاع تكون ظاهرة الكافيتيشن بتبقى عالية بشكل كبير جدا. وفي الحالة ده هيت انا زي ما بقولك انا محتاج ان الطلمبة دي يحصل لها تحضير بشكل مستمر قبل ما بتشتغل، لكن دي مش بتحتاج ان هي يحصل لها ايه التحضير الخاص بها او برايمينج الخاص بالطلمبة. بيبقى فيه هنا تعريف خاص بحاجة اسمها النت بوزيتيف ساكشن هيد، والنت بوزيتيف ساكشن هيد بيعبر عن اقل ضغط تمام، بيعبر عن اقل ضغط لازم يبقى موجود عندي عند خط السحب او فتحة السحب بتاعت الطلمبة، تجنبا لظاهرة التكهف او تجنبا لظاهرة الكافيتيشن تمام. زي ما بقولك كده لما بيبقى عندي السنتر لاين بتاع الطلمبة اعلى من اللي هو المستوى بتاع المية اللي بيسحب منها تمام، تبص تلاقي عندك هنا بيبقى فيه عدة فواقد. اولا بيبقى فيه فريكشن، بيبقى فيه عندك اللي هو الفرق بتاع الاستاتيك اللي هو ما بين السنتر لاين بتاع الطلمبة للليفل بتاع الووتر اللي هو موجود عندي في التانك، بيبقى عندي فيه حاجة اسمها الفيبر بريشر تمام بتاع عند الضغط الجوي تمام. كل ده بيعمل على تكون فقاعات هوائية داخل اللي هي الخط بتاع السكشن. لما تدخل فقاعات الهواء دهيت على الامبلر بتاع الطلمبة يبدأ هنا يحصل لها عملية عصر مع اللي هي البلادز او مع اللي هي الحواف او الحد بتاع الامبلر نفسه بتاع الطلمبة، فنتيجة لكده نتيجة للعصر وانك بتزود في الضغط على الفقاعات بتاعت الهواء ده هي تبدأ ايه يحصل لها بيتنج او يحصل لها ان هي تنفجر تمام. لما تنفجر ده بتبدأ تخرم في مين؟ يبقى بتبدأ تبوظ وتخرم في اللي هو الجسم بتاع الامبلر، فتيجي بعد فترة تبص تلاقي عندك الطلمبة ده حصل فيها مشكلة كبيرة جدا، ان انت محتاج تعمل صيانة للامبلر، ممكن تغير الامبلر كله، تبص تلاقي فيه تخبيط مستمر فيه واهتزازات عالية جدا في الطلمبة، تبص تلاقي عندك الطلمبة ده محتاج كل فترة تغير اللي هو البيرنج بتاعها او رمان البلي بتاعها نتيجة للسخونة والاحتكاكات العالية جدا نتيجة اللي هي ظاهرة الكافيتيشن. فتجنبا للقصة دهيت لازم ابقى حاسب المعادلة دهيت وعلى اساسها بحدد الليفل بتاع الطلمبة اللي هي هتتثبت عليه لو هي هتركب فوق مستوى بتاع المصدر او السورس بتاع المية، ان بنحسبها من خلال المعادلة دهيت اللي هي الـ HSB. الـ HSB اللي هي الـ Suction Pressure، فلو كان عندي ده Positive Suction يبقى هنا ده اللي هو الضغط بتاع التانك تمام. طبعا في حالة ان هو كان تانك مضغوط، لكن لو كان عندي تانك مفتوح للهواء الجوي بالشكل ده كده تمام، او التانك ده لو كان مفتوح للهواء الجوي فالقيمة بتاعته بتبقى زيرو، موجب او سالب. HS الـ HS اللي هي الستاتيك بريشر، موجب في حالة اذا كان بوزيتيف، سالب في حالة اذا كان نيجاتيف ان هي السنتر لاين اقل اعلى من اللي هي المستوى بتاع المية، او في الحالة دهيت ان السنتر لاين بتاع الطلمبة اقل من اللي هي الليفل بتاع المية. ناقص الـ HF اللي هي الفريكشن اللي موجود عندي في الماسورة نفسها، ناقص الـ HVB اللي هي الـ Vapor Pressure عند درجة الحرارة بتاعت الجو اللي هي بنجيبها من أي كتاب خاص بالـ Thermodynamic أو خاص بـ
الحاجات الخاصة بالهيدروليك اللي هي بتاعت المية. فهنا بتجيب مثلا عن درجة حرارة اللي هي الهواء الجوي عند 20 أو 25 درجة، فبتشوف قيمة الفيبر بريشر بتاعتك قد ايه، فتلاقيها مثلا ان هي بتساوي 3.2 كيلو بسكت. بتعوض بيها في المعادلة مع الـ H فريكشن الموجودة عندي مع الـ H ستاتيك، فبطلع قيمة اللي هي الـ Net Positive Suction Head. بعض المصطلحات اللي هي هتسمعها كتير وانت شغال في البلومينج، تمام، اللي هي الطلمبات، تمام، عشان خاطر بس لو انت رحت مكتب فريش او جالك مشروع مثلا فلقيت بعض المصطلحات مكتوبة في اللوحة، ايه هي دي؟ لازم ابقى فاهم ايه المقصود بالسيمبل ده او الابريفيشن ده. فمثلا بالنسبة للطلمبات فهتلاقي مثلا حاجة اسمها ترانسفير بومب او فيلينج بومب. يعني ايه ترانسفير بومب؟ ترانسفير بومب معناها هي طلمبة بتعمل على نقل الفلويد او نقل المية من تانك منخفض لتانك علوي، يبقى to transfer water from low level tank to elevated tank. يبقى هنا بتنقل المية من تانك مثلا موجود تحت الارض او على الارض لتانك تاني موجود على ايه، على السطح. في طلمبة تانية اللي هي بنسميها بوستر بومب، تمام. البوستر بومب دهيت هي طلمبة بتساعد على زيادة الضغط. دي بنستخدمها مثلا زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت او اللي قبلها، لما بيبقى عندي على السطح في تانك الليفيتد، فالادوار القريبة من التانك ده بيبقى الضغط عندها ضعيف، عشان كده لازم بنركب طلمبات ايه، بوستر، بحيث ان هي ترفع لي الضغط اللي هو اللازم لتشغيل الاجهزة الصحية في الادوار القريبة من السطح. يبقى هنا for boosting water to levels near to a elevated tank. تسمع برضو عن طلمبة تانية اسمها hot water circulation pump، يبقى ده طلمبة خاصة بالتقليب بتاعت المية السخنة، بنستخدمها في اللي هي central hot water circulation، بنستخدمها في السخانات المركزية، تمام، اللي هي بتساعد على عملية التقليب. لو تفتكر المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على hot water return، تمام، لاين، وقلنا ان هو لازم بنوفره في السخانات المركزية عشان نحافظ على المية سخنة بشكل مستمر في الشبكة بتاعتي، ما انتظرش وقت كبير على عقبال ما توصل لي المية السخنة. تسمع برضو عن حاجة اسمها irrigation pump، يبقى دي من اسمها كده، دي طلمبة خاصة بالري، يبقى بتغذي الشبكة بتاعت الري. في مثلا في الووتر فيتشرز اللي هي السويمنج بولز اللي هي الفاونتنز والجاكوزي حاجات زي كده، حاجه اسمها فلتريشن بامب او سيركوليشن بامب. الفلتريشن بامب دهيت هي طلمبه اللي هي بتاعه تقليب خاصه بعمليه الفلتره وعمليه التريتمنت بتاعتي المنظومه بتاعتي. الدوزنج بامب دي طلمبه حقن، ان هي بتحقن مواد كيميائيه زي مثلا الكلور وزي مثلا مواد حمضيه اللي هي بتظبط درجه البي اتش في عمليه التريتمنت، سواء كان في الووتر فيتشرز او كان في الووتر سبلاي سيستم. حاجه تانية اسمها ديسبلاي بامب، الديسبلاي بامب دي بنستخدمها في الفاونتن، تمام، عشان تشغل معايا اللي هي الجيتس اللي هي بتديني شكل النافوره نفسه وحركه الميه. هنتكلم برضو عن السخانات، مش هنتعمق فيها للدرجة، يعني هنكتفي بس ان احنا هنوصل للانستانتانيوس والستوريج تايب، تمام، هنتعرف بس اوتلاين ليه كده بس عشان ما يبقاش زودنا بشكل كبير في المحاضرة دي. الووتر هيتنج سيستم هنا بنقسم السخانات لنوعين، نوع اللي هو الانديفيديوال ونوع تاني اللي هو السنترال. انديفيديوال يبقى من المعنى نفسه او من الكلمة نفسها معناه ان هو بيستخدم لمكان فردي، يعني بتحط سخان وليكن لحمام او بتحطه لكيتشن بعينه. في نوع تاني من انواع السخانات اللي هي بنسميها السخانات السنترال، معناها ان هو بيبقى سخان مركزي بيغذي اكتر من تويلت، بيغذي اكتر من دور، تمام، فده بنسميه ايه، بنسميه سنترال ووتر هيتر. الانديفيديوال ووتر هيتر ده ممكن يبقى انستنتينيوس، يعني بيبقى التسخين بتاعه لحظي، يعني في وقتها مية تدخل في السربنتينة بتاعته تسخن تطلع مية سخنة، زي اللي هي السخانات اللي بنشوفها عندنا مثلا في البيت اللي هي سخانات الغاز، ده اسمه انستنتينيوس ووتر هيتر. في نوع تاني من السخانات اللي هي السخانات مثلا اللي هي بخزان ليها تانك تخزيني اللي هي بنسميها ستوريج انديفيديوال ووتر هيتر.
السنترال ووتر هيتر دايما بيبقى ستورج، ما ينفعش يبقى انستنتينيوس ابدا. ليه؟ لان هو بيبقى عندك الديماند بتاعه بيبقى كبير جدا، الاستهلاك بتاعه بيبقى عالي جدا، وبالتالي هنا لازم يبقى فيه ساعه تخزينيه خاصه بالسخان ده علشان خاطر احصل على كميه الميه بدرجه الحراره اللي انا محتاجها للاجهزه والادوار المختلفه. في الـ individual water heater دي بنقسمها لحاجتين اللي هي الجاز والإلكتريك. تمام. heating appliance is located where water is heated. most common type used in residential building. يبقى هنا السخانات اللي هي الـ individual في الغالب احنا بنستخدمها في الـ application بتاعت الـ residential، الحاجات السكنية، شقق سكنية مثلا، حاجة زي كده. ساعات برضو بنستخدمها في المكاتب، يعني حاجات إدارية مثلا. تمام. قصة ان انا احدد هل هستخدم سنترال ووتر هيتر ولا استخدم انديفيديوال ووتر هيتر دي بتبقى وفقا لعدة عوامل. اول حاجة رؤية المصمم، الحاجة التانية الاتفاق مع المالك نفسه او الاونر، الحاجة التالتة الجدوى من اللي هي السخان نفسه. بمعنى ان لو عندي عدد تويلت كبير، تمام، عندي عدد اجهزة كتير جدا وكلها تبع مالك واحد، يعني تبع مثلا فندق او تبع مصنع، يبقى هنا الافضل ايه؟ ان انا استخدم سنترال ووتر هيتر، يوفر معاك كتير جدا في عدد اللي هي السخانات اللي انت تستخدمها، وهيوفر معاك شوية في الباور. تمام. لو انت عملت مثلا لكل تويلت سخان منفرد، فتبص تلاقي محصلة الباور ممكن تبقى عالية جدا، ما تقدرش على الاحمال اللي هي بنديها للكهرباء او قسم كهرباء، فبنلجأ اللي هو السنترال ووتر هيتر. تمام. حاجة مثلا زي السخانات الشمسية دي برضو بنعملها سنترال، فبنقدر ان احنا نستفاد من الطاقة الشمسية في التسخين، وبالتالي بقدر ان انا اوفر شوية في الكوست بتاعت التشغيل. مالك تاني يقولك لا انا عايز لكل حمام او لكل ابليكيشن او كل مكان عندي عايز له ايه هيتر منفصل. طب ايه الميزة بتاعته؟ هي الميزة الوحيدة بس في العملية دي كلها ان هو بيتميز عن السنترال ووتر هيتر، ان لو حصل مشكلة في سخان من السخانات خلاص هتلاقي باقي الاماكن شغالة مفيش مشكلة، لكن في السخان المركزي لو حصل فيه مشكلة يبقى هنا بتبص تلاقي عندك ايه المبنى بيتوقف بشكل كامل. تمام. ساعات بنحط اللي هو الباك اب، يبقى بنحط حاجة تعويضية بحيث لو حصل صيانة او حاجة زي كده يبقى هنا بيدخل معايا اللي هي الباك اب في التشغيل. كل ده هنتعرف عليه ان شاء الله قدام باذن الله في التحديد بتاع الانواع دهيت وازاي بصمم كل نوع من الانواع دهيت. الانستنتينيوس تايب ووتر از هيتد الموست انستنتينيوسلي از ات flows through tubes surrounding a coil used for appliances with a continuous hot water flow demand. يبقى هنا مثلا ده السخان اللي انت بتشوفه عندك في البيت، في منه اللي هو 6 لتر وفي منه اللي هو 10 لتر. تمام. ده بالنسبة لمصر، يعني ممكن يبقى برا مصر في ستاندردز تانية. ده اللي هو السخان اللي هو الستورج، ده طبعا بيبقى التسخين بتاعه لحظي، يعني في وقتها مية تدخل من اليمين فتبص تلاقي هنا بيحصل تسخين في الكويل او السربنتينة بتاعته اللي هي نتيجة الاحتراق بتاع الجاز اللي هو الناتشرال جاز او غاز بتاع الانبوبة. تمام. وبعد كده بيطلع من الشمال اللي هي المية السخنة، وبيبقى من فوق فيه هنا اللي هي المدخنة المفروض بتتوصل على خارج الحمام او الفراغ نفسه عشان خاطر اللي جوه الحمام نفسه ما يحصلوش اختناق. وفي النوع اللي هو الاستورج تايب. تمام. اللي هو الاستورج تايب اللي هو النوع التخزيني بيبقى عندك تانك بالشكل ده، وبيبقى فيه إليمنت كهرباء هو اللي بيسخن المياه اللي جوه، بيبقى له برضو توصيلات اللي هي المياه البارده والمياه السخنه. المياه البارده بيبقى راكب عليها جيت فالف ونون ريتيرن فالف، والمياه السخنه بيبقى راكب عليها جيت فالف، وبيستخدموا زي ما بقول لك كده في نفس الاستخدام بتاع الانستنتينيوس في الابلكيشن بتاعتي العاديه، لكن هنا برضو بيبقى في كميه من المياه بتخزن فمش بتحتاج للوقت اللي هو ممكن تنتظره عشان احصل على المياه السخنه عند الفيكشر او عند الجهاز الصحي اللي انا بستخدمه.
السنترال ووتر هيترز دايما السخانات المركزيه بتبقى تخزينيه، ما فيش حاجه اسمها انستنتينيوس، لان هيبقى ساعتها الباور فظيع جدا. يبقى الفيتشرز بتاعته او اللي هي بروبرتيز بتاعته، اول حاجه الاستورج تايب، يبقى هنا ده نوع تخزيني. الحاجه الثانيه لازم يبقى فيه طلمبه اللي هي بتاعه التقليب دهيت، اللي هي هوت ووتر سيركيليشن بامب، اللي هي خاصه بعمليه الهوت ووتر ريتيرن، علشان خاطر احافظ على ان في ميه سخنه باستمرار موجود عندي في الشبكه. يوز ذا وير لارج كوانتيتي اوف هوت ووتر ار ريكوايرد ات انترفال وير ريكوايرد كوانتيتيز فلكتويت اور وير ذير از ا ليميتد اماونت اوف افيلابل انرجي فور اكزامبل، اللي هو السكول زي مدارس زي الفنادق، تمام، بعض المصانع مثلا، يبقى هنا بحتاج فيها اللي هي السخانات المركزيه. ممكن اجي في وقت معين مثلا في وقت ذروه معين، يبقى بحتاج كميه كبيره جدا من الميه السخنه، ف بستخدم اللي هو السنترال ووتر هيتر يوفي لي الديماند ده. في وقت تاني تبص تلاقي ان هو بيستخدم او الاستهلاك بتاعي كميات قليله، فهنا بيوفي اللي هي عمليه الفلكتويشن في الديماند، اللي هي اللي بيديني كميه كبيره او ممكن يديني كميه صغيره على حسب الاحتياج. كودد المفروض قالك ان هو بيستخدم السخان المركزي في حالة اذا كان البعد ما بين اخر جهاز والسخان نفسه يزيد عن 30 متر. في حالة ان هو زاد عن 30 متر يبقى ساعتها انت بتحتاج اللي هو السخان المركزي، ولازم توفر فيه اللي هي الطلمبات بتاعت التقليب. السخانات المركزية ممكن تبقى كهربية، ممكن تبقى عن طريق اللي هو الجاز، تشتغل بالجاز، ممكن تبقى عبارة عن كالوريفاير وبيتم تسخين عن طريق هوت ووتر جاي من بويلر، او جاي من سواء كانت البويلر ده بتطلع مية سخنة او بتطلع ستيم. ممكن السخانات المركزية دي بتشتغل بالسولار هيتنج او اللي هي السخانات الشمسية او المجمعات الشمسية. في بعض السخانات التانية اللي هي بتشتغل بالدورة العكسية اللي هي التكييف، اللي هي بتشتغل بالفريون، تمام. طبعا انت عارف التكييف اللي هو بيبقى فيه عند اللي هو كوندنسر وبيبقى فيه عند اللي هو الايفابوريتور، هو بيستخدم بقى الجزء بتاع الكوندنسر بدل ما هو بيرميه مثلا في الهواء الجوي زي ما بيحصل اللي هو التبريد الخاص بوحدة التكييف او التلاجة، لا هو بيستخدم الطاقة السخنة اللي هي بتطلع من الفريون ده في ان هو يسخن بيها ايه المية. فده اللي هي بنسميها حاجة اسمها هيت بومب، دي اللي هي سخانات باستخدام اللي هو الريفريجرانت او باستخدام اللي هو الفريون في ان انا اقدر اسخن بيها المياه. معلش اذا كنت صدعتكم المحاضره دهيت، بس في معلومات كتيره جدا وفي يعني داتا كتيره حاولت قدر الامكان ان انا اجمعها بحيث ان هي لو قابلتك بعد كده في اي مشروع، قابلتك بعد كده في اي مكتب استشاري، اي مكتب ديزاين، يبقى تبقى على درايه وعلى معرفه بالحاجات دهيت كويس جدا جدا، وتبقى عارف الحاجات دهيت بتستخدم ازاي وامتى وايه فكره عملها وازاي بعد كده ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه هنتعرف على التصميم الخاص بيها. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.